سابق جديد وحلقة جديدة من لعبة روبلوكس. واليوم يا جماعة عدنا الهروب من رجل الحلويات المرعب. لا تنسوا لايكاتكم ودعمكم، نبي دعم كبير جدا على هذا المقطع. واللي مو مشترك اشترك معنا في القناة عشان تستمتع معنا ان شاء الله بالمقاطع اللي نقدمها. ويلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبتدي في حلقتنا هذه. يلا يا جماعة، يلا مشينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ها وين نروح؟ عندنا ذاك الباب. اوكي، الظاهر ان هذا الباب هو اللي راح نعدي منه. لو تلاحظون السهم موجود هني. اوه اوه اوه، معناته في الموضوع مفتاح ياب. هذا مفتاح، كل واحد ياخذ مفتاحه ويروح يفتح الباب. فاذا فتحنا الباب البسيط هذا، الحين خلونا نركب فوق. تلاحظون الموسيقى تخوف ترى. نمشي على سلك الكيبل، تعال ننط فوق. ايوه اوه، عدينا. واو، وين طلعنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ايش اللي موتني انا؟ تبنون تشيك بوينت. دقيقة، لازم ننزل هني وتالي النط والنط وهم النط. المكان غريب. وا 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 لمتى؟ لمتى؟ او ماي جاد. اوكي الوضع اوكي، انا حي. الى حد الحين سيد حي، في ناس قاعد يموتون. يلا مشينا، اخيرا قدرنا نعدي المكان ودخلنا داخل. هلا بالمراوح، انتبه من المراوح. ووو، تنطه. في تشيك بوينت. يا ساتر، مراوح في كل مكان. يلا يا جماعة، يلا يلا توني، الجماعة قاعد يموتون للأسف. هذا تشيك بوينت آخر. وصلنا تقريبا حاليا الليفل السادس، 6 ليفلات حاليا وصلنا لهم. خلنا نلف ونحاول الحين نركب فوق. مشينا، نشوف فوق هني وين راح يوصلنا. انط. اوكي نطيت. هذه مو متاهه، الاي مو متاهه. او ماي جاد، نفس الموضوع بالضبط، بس هذه المره احنا مضطرين احنا نروح للاخ. سلام عليكم، اكلنا بكل بساطه وسهوله. وهذا احنا حاليا داخل بطنه. الجماعه ما ادري هم علقوا ولا وش صار معاهم، انا ما بكمل لحالي. يلا تعالوا، هذا تشيك بوينت. يلا تعالوا، يلا بسم الله داخل. افا ما جو. لا لا لا، وش اللي موتني؟ افا يلا قوم قوم بسرعه. قوم يا سيد. ايه والحين ننط هني. يا سلام، عدينا. خلنا ننط داخل وعدينا المنطقه هذه. بعد ما عدينا المنطقه هذه عندنا نفس الدرج. طبعا هذا كله داخل بطنه بعد ما اكلنا هو. يلا نعدي، وهذا تشيك بوينت. بعد التشيك بوينت هذا كمل طريقنا. يا ساتر يا ساتر، هم تشيك بوينت هني، وتالي عندنا مجموعة من الحلويات. نطلع الحلويات كامل وكمل طريقك. يلا يلا خلينا نركب، خلينا نركب يا جماعة. مشينا مشينا، خلينا نركب نشوف هني وش ينتظرنا بالضبط. الو، ايش قاعد يصير؟ ليش مو قادر اركب؟ الو، ايوه. والحين الظاهر راح نطلع من هني. انتبه وركز، ليتس جو. هذا احنا يا جماعه عدينا المنطقه هذه بعد ما عديناها. نمر بين الاشياء هذه، تشيك بوينت بسيطه جدا. كيمو هناك، ليتس جو. هذا تشيك بوينت. والحين الحين راح نروح يا جماعه للطابق الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، نروح الطابق الثاني ونشوف. اوكي هذا احنا في الطابق الثاني. رحت في الماء على طول مباشره، ما انتظرت لا يمين ولا يسار، مباشره رحت في الماء. انزين الحين خلنا ننط نط 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 البعيد. حلو، وهذا الباب حق الانتقال. بعد ما انتقلنا شكلنا بنروح الطابق الثالث، لان احنا الحين في الطابق الثاني ونقدر نروح الطابق الثالث. لا احنا في الطابق الثالث، اذا ركبنا فوق راح نروح للطابق الرابع. انتبه ما نبي نشتري شيء، كل شيء تمام كل شيء تمام. هذا احنا نركب. وات؟ ايه السالفة؟ اوكي وصلت، حلو. ناخذ التشيك بوينت هذا. وات؟ ايش السالفة؟ يا اخوان في شيء غلط ولا احنا قاعدين نتخيل؟ الموضوع في شيء غلط ولا شنو بالضبط؟ اوكي رجعنا. رجعت لكن ميت. بسم الله. ايش الموضوع؟
ما ادري واحنا علقنا ولا شنو بالضبط، لان تقريبا احنا ما قادرين نعدي. شوفوا كيف الوضع، نروح ونرجع. اذا انا عندي حل، وحل مثالي، حل مثالي. ثواني، اوكي، بهالطريقه تالي نجي هني. ما يمدينا. اوكي، طيح من هني تموت. فاذا لازم ما اركب الدرج، هذا اللي باين عندي، لازم ما اركب الدرج. ثواني يا ليل، رجعني من جديد. ثواني 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 ثواني، الحل عندي، الحل عندي. ثواني، اوكي، الحل عندي. نجي هني، حلو. وين توني ابي يشوفني؟ اوكي، حلو حلو، من هني. اوكي، عدينا. اذا ليش طول الوقت احنا مو قادرين نعدي؟ اخيرا اخيرا، يلا الحين تشيك بوينت، نكمل مع بعض الليفلات اللي موجوده. هم تشيك بوينت يا جماعه، وراح ننط الظاهر تحت. ليتس جو. اوكي، نطينا تحت، وبعد انتقلنا لمكان ثاني. وهذا المكان وش ينتظرنا هني؟ وصلنا حاليا ليفل 20 تقريبا، تشيك بوينت 22 ليفل الحين وصلنا، وبعدها بنركب المفروض هني فوق. فاذا هذا تشيك بوينت اخر، خلونا الحين بكل بساطه نجي ونركب هني فوق. يلا ليتس جو. هم ركبنا فوق، وبعدها عدنا نطه. بعد نطه كم الحين وصلنا؟ 24 ليفل، وهذا 25 ليفل، واتوقع ان احنا قربنا نوصل، لان اصلا كانت النهايه الجهه ذيك. فهذا احنا تقريبا وصلنا هني فوق، وبعد نقدر نقول ان احنا ركبنا فوق. ايوه، وهذا المفروض هو المكان النهائي. دقيقه، هذا مو معاه، على بالي معانا يا جماعه، صدقوني على بالي هذا معانا، طلع لا مو معانا. ها يا جماعه، انط. انط. هلا كيمو، توني مستعدين للنطه؟ يلا 1 2 3 ليتس جو. نط يا حبيبي. اذا يا جماعه مثل ما تشوفون، قررنا نكمل الماب بشكل كامل. دقيقه، الحاره نقدر نتمشى فيها؟ ثواني شو، افا، توقعت ان احنا يمدينا نتمشى في الحاره، بس للاسف ما يمدي. اذا تبون نلعب اي شيء من المابات اللي موجودين، اتوقع ان اغلبهم لعبناهم، بس لو في شيء مثلا نزل تحديث كتبوا لي تحت في الكومنتات. على اي حال يا جماعه، هذا مقطع بشكل كامل، اتمنى عجبكم المقطع. كلكم ضغطوا زر اللايك واشتركوا في القناه اذا كنتم مشتركين. اذا عليكم اي ماب مثل ما قلت لكم كتبوا لنا تحت. نشوفكم على خير باذن الله، ومع السلامه. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، من ضمن الجيش الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم. هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم، وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار، وتعتبر جميله. تقدر تشترك في لحظه، تراهي ما هي حيله.